أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من عين على اليمن. حضرموت موطن التجارة والحضارة وأجود أنواع العسل، إليها تنتسب قبيلة كندة، ومن أصلابها خرج الشاعر المعروف امرؤ القيس ومؤسس علم الاجتماع ابن خلدون. كما انتشر الإسلام إلى شرق العالم بفضل تجارة الحضارم وأخلاقهم الطيبة، وهي في ذات الوقت تشكل ثلث مساحة اليمن الكبير. إذن لماذا يحاول البعض أن يوصم حضرموت بالقاعدة ويلغي كل تاريخها وأيضا حاضرها؟ ما الذي يجري بالتحديد في حضرموت ولمصلحة من يجري كل ذلك؟ وأين تقف حضرموت من التطورات الأخيرة بعد انقلاب الحوثيين وصالح على السلطة الشرعية؟ وكيف تنظر الحكومة إلى هذه المحافظة التي تتخبطها المشاكل من كل حدب؟ كيف استطاعت القاعدة السيطرة على عاصمة المحافظة منذ إبريل من العام الماضي وحتى الآن؟ وأين دور الجيش والأمن والحكومة؟ وما حقيقة علاقات صالح وأجهزته الأمنية بقيادات القاعدة في حضرموت، خاصة بعد توارد معلومات عن استخدامه لموانئ تسيطر عليها القاعدة في المكلا؟ هل يستعد الجيش اليمني وقوات التحالف لمعركة ضد القاعدة لاستردادها؟ وهل لدى الحكومة القدرة على فتح ملف جديد إلى جانب ملفاتها السياسية أو إلى جانب ملفاتها السابقة؟ ستكون حضرموت محور نقاش حلقتنا لهذه الليلة، وسيكون معنا في الأستوديو الشخصية السياسية الحضرمية صلاح باتيس، عضو الهيئة الاستشارية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سابقا. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحلقة ونبدأ النقاش، إليكم هذا التقرير، ابقوا معنا. كثفت الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي من تحركاتهم العسكرية والسياسية لاستعادة محافظة حضرموت التي يسيطر على أغلب مناطقها عناصر تنظيم القاعدة. آخر هذه التحركات تعيين رئاسي لمحافظ جديد للمحافظة، وتحرك قوات من التحالف العربي صوب الموانئ الحضرمية التي تسيطر عليها القاعدة، حيث طلبت من السفن الراسية في الميناء المغادرة، وقامت مروحيات الأباتشي بالتحليق في سماء المكلا عاصمة المحافظة. تأتي هذه التحركات بعد توارد أنباء عن استخدام هذه الموانئ لتزويد قوات صالح وميليشيا الحوثي بالأسلحة والمشتقات النفطية، وهو ما طرح تساؤلات حول العلاقة التي تربط زعماء هذا التنظيم بالرئيس المخلوع صالح وأجهزته الأمنية، خاصة وأن قواته وميليشيا الحوثي لم تدخل محافظة حضرموت. دخل عناصر تنظيم القاعدة إلى المكلا عاصمة المحافظة والشحر والغيل في أبريل من العام الماضي، بعد أن انهارت معسكرات وألوية الجيش وتشتت أفرادها بشكل مفاجئ، واستلام التنظيم لمواقع وأسلحة الجيش ليقوم بعدها بنهب البنك المركزي في المدينة والسيطرة على القصر الرئاسي ومختلف مفاصل المؤسسات الحكومية. في الأثناء، ومع تحركات سياسية ودبلوماسية لرئيس الوزراء في أكثر من عاصمة خليجية لبحث ملف مكافحة الإرهاب، يجري تدريب المئات من أبناء حضرموت في معسكرات تدريبية في وادي حضرموت لتولي الأمن واستعادة المحافظة مجددا من أيدي القاعدة. تعاني محافظة حضرموت أيضا من انتشار لحمى الضنك التي أودت بحياة العديد من السكان، وهي جزء من تركة إعصاري ميغ وتشابلا اللذين ضربا سواحل المحافظة قبل أشهر قليلة، في سابقة هي الأولى للمحافظة مع هذه الأعاصير التي وصلت إلى الدرجة الرابعة. وأمام كل هذه التعقيدات يبقى الترقب سيد الموقف خلال الأيام القادمة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وللإطلاع أكثر على محافظة حضرموت وما الذي يجري هناك، ينضم إلينا من هناك الصحفي أحمد الحضرمي من المكلا. أحمد، بداية لو تطلعنا عن ما الذي يجري بالتحديد في محافظة حضرموت، خاصة في المكلا والمدن المجاورة. تحية طيبة. بالنسبة للأوضاع في المكلا، المكلا تعيش هذه الأيام وضع صعب جدا للغاية، سواء لو جينا بنتكلم على مستوى الخدمات، على مستوى خصوصا الخدمات الصحية. المكلا تشهد منذ انتهاء الإعصارين تشابالا وميك انتشارا كبير وغير عادي للأمراض والأوبئة
وعن رأسها فيروس حمى الضنك وغيرها من الأمراض الأخرى التي حصدت أرواح العشرات من سكان المدينة وأصابت الآلاف، أرقام مهولة، في ظل أن الحكومة حتى الآن لم تبدأ تقديم أي مساعدة للسكان منذ سقوط المكلا بأيدي عناصر تنظيم القاعدة في شهر أبريل العام الماضي. وحتى اليوم الحكومة تخلت بالكامل عن واجباتها تجاه السكان في حضرموت. يعني نستطيع أن نقول الآن نعم، يعني بعد أن تخلت الحكومة كما تقول عن دورها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات في حضرموت، جاءت جهة أخرى للقيام بما كان من المفترض أن تعمله الحكومة، هل تستطيع أو تريد أن تقول ذلك؟ نعم أسمع جيدا. نعم، يعني تريد أن تقول أنه حين غابت الحكومة وغاب عنها دورها في توفير الخدمات وحفظ الأمن في بعض مدن أو بشكل عام في حضرموت، ظهرت جهة أخرى وبدأت بأن تحل محل الحكومة. ليس هذا بالضبط تماما. نعم. نعرف أن تنظيم القاعدة بات بالمكلة هو سلطة الأمر الواقع، وهذا يحمله مسؤولية كبيرة للقيام بالواجبات التي تخلف عنها الدولة، لكن الأمر ليس كذلك بالضبط. نحن نتكلم الآن عن الجانب الصحي والنيارة الجانب الصحي. في ظل تخلي الحكومة برزت هنالك الجهود الشعبية، من يقوم الآن بتوفير العلاجات، من يقوم الآن بفعل الجهود للوقاية من انتشار المرض والحد منه، هم هي جهود شعبية. ليس هنالك للحكومة أو لتنظيم القاعدة دور يذكر في هذا الجانب، كلها في غالبيتها جهود شعبية، منظمات أهلية وبعض المنظمات الدولية نوعا ما تقدم المساعدة في هذا الجانب. فيما يخص الجانب الأمني، طبعا القاعدة هي الآن ذات المفشرة على هذا الملف بشكل كامل، لا يمكن لأي جهة أخرى أن تتدخل فيه. نعم، يعني لكن بشكل عام يعني هناك أيضا مدن لا تخضع لسيطرة تنظيم القاعدة، هل أيضا حضرت لها هذه الخدمات؟ وأيضا ما الذي باستطاعة أيضا تنظيم القاعدة تقديمه للسكان في هذه المحافظات؟ هناك شكوى كثيرة ترفع حول ممارسات التنظيم داخل هذه المدن. نعم، هي مدن ومديريات والساحل بأكملها تخضع تحت تنظيم القاعدة، بالتالي فإن حينما نتحدث عن انهيار الخدمات، حينما نتحدث عن انتشار الأمراض والأوبئة، فإننا نشمل مناطق الساحل بأكملها، بينما مناطق الوادي هي تحت سيطرة الجيش والحكومة، وإن كانت هي الأخرى تعاني من بعض المشاكل. يعني القاعدة مطلوب منها في حضرموت خصوصا في مناطق الساحل أن تبدأ، طالما وهي قد اختارت أن تكون هي سلطة الأمر الواقع، أن تبدأ بتلبية احتياجات الناس. هناك تحسن ملحوظ نوعا ما في خدمة التيار الكهربائي، لكن الناس حياتهم ليست متوقفة فقط على التيار الكهربائي. أحمد، هذه التنظيمات أو هذه العناصر حين دخلت إلى محافظة حضرموت وخاصة المكلا قامت بنهب البنك المركزي وهاجمت السجن المركزي أيضا وأطلقت سجناء، قامت بالعديد من الأفعال التي تضر. نعم نعم، وهذا ما كنت سأقول لك، أن الناس حياتهم لا تتوقف فقط على عودة التيار الكهربائي وتحسنه، هنالك مؤسسات متوقفة، هنالك أشياء كثيرة مرتبطة بحياة المواطنين باتت متوقفة ومنهارة منذ سيطرة تنظيم القاعدة. والسبب الرئيسي هو يعود لهذا، هو أن المؤسسات الدولية انهارت، أموال مخصصات تشغيل تلك المؤسسات تم منعها من البنك المركزي. نعم. وأشياء أخرى كبيرة. إذن مثال الناس الآن في المكلا حينما يمرض أحدهم لا يستطيع أن يسافر إلى الخارج بسبب عدم وجود مطارات أو أي منفذ، وأيضا لا توجد جوازات سفر. نعم أحمد، إذن ابقى معنا ودعني ورحب بضيفنا عبر الذي ينضم معنا عبر في الاستوديو الأستاذ صلاح باتيس، الشخصية الحضرمية السياسية، عضو الهيئة الاستشارية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. أهلا وسهلا فيك سيد صلاح. كنا نتحدث عن حضرموت، ما الذي يجري بالتحديد في مدينة حضرموت بشكل عام، سواء في الشحر، في المكلا، في المناطق التي لا تخضع لسيطرة القاعدة؟ ضيفي عبر الهاتف تحدث أن الحكومة قصرت في عديد من الجوانب تجاه حضرموت، فجاءت جهة أخرى وقامت بمحلها، هل تتفق مع أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم أولا في منبر هذه الفضائية الرائدة الحوار، والتي إن شاء الله تكون رائدة كاسمها. يعني شكرا جزيلا. ما تحدث به ضيفك الكريم وما هو الواقع الذي تعيشه حضرموت وتعيشه اليمن،
ينبغي أن نستخلص منه خلاصة حقيقية علينا جميعا أن ندركها. نحن في حرب، نحن في معركة الذي يقود للأسف الشديد المشروع الإنقلابي على الشرعية فيها هو زعيم التمرد علي عبد الله صالح وحليفه عبد الملك الحوثي. هذا الرجل يمتلك أدوات وأوراق كثيرة طيلة حكمه بناها وأسسها في أكثر من محافظة في كل المحافظات، ولا شك أن أهم هذه المحافظات التي يدرك علي عبد الله صالح أهميتها هي محافظة حضرموت. ترامية الأطراف أكثر من 30% من مساحة اليمن مع إقليم حضرموت كاملا إذا ضمينا المهرة وشبوة وسقطرة تمثل 64% من مساحة اليمن. هناك يعني البحار، الشواطئ الواسعة والكبيرة، الصحاري الشاسعة، المخازن النفطية الهائلة والشركات وغيرها، منافذ برية للدول الجوار، منافذ برية وبحرية وجوية، مطارات، كل شيء. القاعدة عندما نتحدث عن سيطرة القاعدة على حضرموت نعطي القاعدة أكبر من حجمها، أن تسيطر على مساحة ومحافظة بهذا الحجم. عناصر من القاعدة لا يتجاوزون 300 يدخلون إلى المكلة، ثم نفاجأ وتفاجأ السلطة المحلية ويفاجأ الرأي العام، بل حتى الحكومة الشرعية والرئاسة والتحالف العربي يتفاجأ الجميع بأن تستسلم لهم مباشرة وحدات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي مباشرة بكامل عتادها وتسلم لهذه العناصر مواقعها. واضح أن هناك صفقة واستلام وتسليم أشرف عليها رجل هو كان قائدا عسكريا في 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 حضرموت، يتبع علي عبد الله صالح، معروف باسمه وصفته، كان في المكلة قبيل تسليم المكلة للقاعدة بأيام، ثم غادرها بعد ذلك وهو من رجال علي عبد الله صالح، معروف باسمه وهو شخصية معروفة. أي أن هذه الأسلحة بمجملها أصبحت لدى القاعدة حاليا؟ نعم، أصبحت لدى القاعدة، وسيطرة القاعدة على مخزون هائل من الـ من الـ من الذخيرة كان يمثل مؤخرة للمنطقة العسكرية بحضرموت في منطقة لدواس، سيطروا عليه بالكامل. لا شك أن هناك عناصر مرتزقة في القاعدة باعت الكثير من هذه الأسلحة لجماعات مختلفة وحتى يعني تجار للحروب وتجار السلاح، لكن تحديدا أنا أقول أن القاعدة تسيطر على المكلة اللي هي عاصمة المحافظة وعلى المدن الساحلية المجاورة للمكلة. أما الوادي فهو مع الشرعية ومع الجيش، هناك منطقة عسكرية كاملة هي المنطقة العسكرية الأولى مسيطرة على الوادي بالكامل، فيها 8 ألوية. السلطة المحلية موجودة في سيئون بوكيل المحافظ والوكلاء المساعدين، مدراء عموم المديريات، مدراء الأمن، كل أجهزة الدولة موجودة في الوادي. اختفت فقط في الساحل لأن القاعدة فرضت سياسة أمر واقع موجود وسلمت لها وحدات تابعة للحرس الجمهوري والأمن المركزي بأوامر معالي عبد الله صالح مواقعها. لدينا نقطتي قوة نستطيع بها أن نستعيد هذه المدن. النقطة الأولى هي أن حضرموت ليست حاضنة لهذه الجماعات المسلحة، ليست حاضنة الإرهاب. الإنسان الحضرمي مدني بطبعه، رجل يعني الإنسان الحضرمي انتشر في جميع أنحاء العالم وتعايش، هاجر في جميع أنحاء العالم وتعايش مع كل شعوب الأرض، حتى أن الإسلام عندما انتشر في جنوب شرق آسيا كان على أيدي التجار حضارم ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا نشروا الإسلام بالمعاملة والسلوك والأخلاق والقيم وغيرها. نعم. الحضارم دائما يفضلوا الدولة ويسندوا الدولة في كل بلد يهاجروا إليه، يكونوا شركاء مع دولة ذلك البلد وحكومة ذلك البلد في بناء ذلك البلد وتنمية كما حصل في دول الجوار والإقليم. نعم. دول الخليج وغيرها. لكن أريد أن أسألك يعني هنا بالتحديد، هل نستطيع أن نقول أن علي عبد الله صالح والحوثيين دخلوا حضرموت لكن ليس بعتادهم العسكري أو ميليشياتهم وإنما عن طريق القاعدة؟ هل نستطيع أن نقول ذلك؟ اسمح لي فقط أن أذكر النقطة القوة الثانية، يعني نقطة القوة الأولى هي أن حضرموت ليست حاضنة، بل اليمن كله ليس حاضنة حقيقة، عدن ليست حاضنة، يعني هذه الجماعات ستتلاشى. لكن القوة الثانية وهي وجود الجيش ووجود الدولة. دائما الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، الجماعات الغير قانونية التي لا تحمل قانون لحمل السلاح أو تحمل السلاح خارج عن القانون هي في تناسب عكسي مع وجود الدولة. إذا وجدت الدولة اختفت الجماعة المسلحة، إذا وجدت الدولة وقويت الدولة ضعفت الجماعة المسلحة، والعكس هو الصحيح. أعود إلى 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 سؤالك أخي. علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي يمتلكون مشروع، المشروع هذا هو مشروع تدميري انتقامي، مشروع سلالي، مشروع لا يمت إلى المدنية وإلى مخرجات الحوار وإلى ما اتفق عليه اليمنيون بصلة.
هذا المشروع لا شك أن له خطط، الخطة الأولى، الخطة الثانية، الخطة الثالثة، أو ما يسمى بالخطط البديلة، الخطة باء. علي عبد الله صالح عندما يرى أنه لا يمكن أن يصل إلى حضرموت أو يسيطر على عدن أو يسيطر على المناطق في الجنوب أو مأرب أو تعز أو غيرها، بدأت قواته هنا تتلاشى وتنسحب وتنهزم تحت وقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني والتحالف العربي، وبدأ يجمع أوراقه وكتائبه وميليشياته ليدافع عن معقله في صنعاء أو صعدها أو عمران أو غيرها. سيستخدم في هذه المناطق الخطة باء، وهي إعطاء الأوامر للعناصر التي لا زالت تتبع له في الحرس الجمهوري أو الوحدات التي لا زالت تتبع له في الحرس الجمهوري والأمن المركزي وغيره، سلموا لأي جماعة مسلحة، مش إلا القاعدة فقط، سلموا للقاعدة في حضرموت، سلموا لداعش في عدن. أين داعش؟ لا 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 توجد، لا يوجد تنظيم الدولة في اليمن. الذي أنشأ تنظيم الدولة في اليمن هو مجموعة من عناصر تابعة لعلي عبد الله صالح، هم الذين استلموا وحدات الحرس الجمهوري وأسلحة علي عبد الله صالح واستخدموها. هذه هي الأوراق التي يعبث بها علي عبد الله صالح، لكن إذا وجدت الدولة ستنتهي هذه الأوراق. في نقطة، أين تتواجد القاعدة في المواقع أو المناطق الحساسة داخل ربما الشحر وأيضا داخل المكلا؟ أعود مجددا إلى أحمد الحضرمي الصحفي من المكلا. أحمد، لو تستطيع أن تخبرنا، سيد صلاح تحدث أن القاعدة مجرد عناصر موجودة في بعض مدن أو في يعني بالتحديد المكلا، أين تتمركز الآن هذه العناصر؟ بالنسبة للقاعدة منذ سيطرتها على المكلا، بدأت تتخذ من أغلب مديريات ساحل حضرموت مناطق لتواجدها، لكن التواجد الرئيسي والمركزي له هو في مدينة المكلا. أصبح لديها مؤسسات أمنية، أصبح كجهاز الحسبة وإدارة أمن المكلا التابعة التي أنشأتها القاعدة، أو من بات يطلقون على أنفسهم تسمية أبناء حضرموت. تواجدهم الرئيسي مثل ما قلت هنا في المكلا، كونها العاصمة، عاصمة حضرموت، وكونها باتت لديهم مؤسسات تابعة لها، لكنهم بنفس الوقت ينتشرون في كافة المديريات والمدن التي تخضع لسيطرتهم في الساحل، ولديهم أيضا هنالك مراكز أو فروع للمراكز في تلك المديريات. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر على انضمامك في هذه الفقرة أو المحور الأول من البرنامج. أحمد الحضرمي الصحفي من المكلا كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وأعود مجددا إلى السيد صلاح. قبل حوالي أشهر كانت هناك عملية ضد العمليات كثيرة ضد الجيش الوطني أو اليمني بشكل عام، نكل فيها أفراد من الجيش وتم اعتقال بعض منهم وتم ذبح البعض الآخر. البعض يتحدث أن هذا ربما كان سببا في هروب أفراد الجيش من الألوية أو المعسكرات التي كانت هناك، خوفا من التنكيل بهم، خاصة أنه لا توجد قيادة يستطيعون أن يعني أن تساندهم ربما في المناطق التي يعسكرون فيها. أنا أختلف مع هذا الرأي حقيقة. أن حضرموت هي منطقتين عسكريتين، المنطقة العسكرية الأولى وهي متماسكة وموجودة بكل أفرادها، وربما أحيانا أنت تعرف الجيش للأسف وضعف مؤسسات الدولة المختلفة في اليمن يحصل هناك تسرب ويحصل هناك يعني تخلف عن الحضور إلى المعسكرات وغيرها، وهذا شأن كل الوحدات العسكرية الموجودة والأمنية الموجودة في اليمن. المنطقة العسكرية الأولى وقيادتها في سيئون ومعسكراتها وألويتها المنتشرة في وادي ومديريات وادي حضرموت والصحراء متواجدة إلى الآن. المنطقة العسكرية الثانية والتي مقرها المكلا هي التي تفككت، وطريقة التفكك كما ذكرت لك يعني لها سبب رئيسي. نحن اختلفنا مع هذا الشخص أو هذا القائد العسكري الذي يعتبر الرجل الثاني في المنطقة العسكرية في ساحل حضرموت، وهو يتبع لعلي عبد الله صالح. هي المنطقة العسكرية الثانية أو الأولى؟ اللي الثانية. الأولى مكتملة وهي متواجدة وتفرض سلطة الدولة وأعلنت ولاءها للشرعية. نعم. وهي موجودة في وادي حضرموت والصحراء. الثانية قيادة المنطقة هناك كانت قبل أن يكون حضرموت منطقتين، كانت هذه الشخصية العسكرية في 2011 في ثورة الشباب عندما أعلنت المنطقة العسكرية في حضرموت انضمامها للثورة بقيادتها كاملة، هذا انشق عنهم وخرج إلى الحرس إلى 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 القصر الجمهوري في المكلا. هذا الشخص، هذا الرجل يدير هذه الوحدات بتوجيهات من علي عبد الله صالح، هو الذي كان موجود في المكلا قبيل تسليمها للقاعدة بنفسه، مع أنه قد انتقل رسميا. نعم. قد انتقل. الحقيقة يا أخي أن الوجود للقاعدة في هذه المناطق
أو سيطرة القاعدة بالذات على المدينة جعل أبناء حضرموت يخشون على أن تدمر المدينة إذا اقتحمها الجيش. فالوحدات العسكرية التي كانت في ساحل حضرموت أرادت أن تقتحم المدينة، فوقف الناس يقولوا هل يوجد حل غير الاقتحام للمدينة؟ الآن هذه الوحدات التابعة لعلي عبد الله صالح سلمت القاعدة، والقاعدة أصبحت تسيطر على القصر الجمهوري وبعض كما حصل في اللواء 27 ميكا أيضا داخل المدينة. لا أنا أتكلم عن اللواء 27 ميكا مع الشرعية، اللواء 190 دفاع جوي في الريان مع الشرعية، هذه كلها خارج مدينة المكلا في, 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 في الريان. سيطرة القاعدة على المدينة إذا هاجم الجيش هذه اللواءين، إذا هاجمت المدينة ستدمر المدينة، بل حتى قبائل حضرموت أرادت أن تهاجم المدينة ستدمر المدينة، يعني سيكون هناك خراب وتدمير أسوأ مما حدث في زنجبار. فرأى الناس أن يكون هناك حل آخر، يعني هل بالإمكان الضغط المجتمعي على القاعدة التي سيطرت على المكلا بأن تخرج وتسلم المدينة لأبنائها؟ فشكل مجلس أهلي، هذا المجلس الأهلي جاء من خلال هذه الفكرة أن يسلم المجلس الأهلي أو تسلم القاعدة للمجلس الأهلي المؤسسات والمواقع التي سيطروا عليها وينسحبوا من المكلا بأمان. لكن الواضح الآن أنهم لا ينون مثل ما ذكر الأخ أحمد وغيره من سيطروا على المؤسسات الأمنية وسيطروا على، بل شكلوا مؤسسات وبدأوا يتدخلوا في شؤون السلطة المحلية، في إدارة المديريات، في إدارة القضاء، في إدارة الميناء، في إدارة المؤسسات الخدمية البلدية وغيرها. هذه المسألة تجعل من الواجب على السلطة المحلية بقيادة المحافظ الجديد اللواء أحمد بن بريك أن يعد خطة مكتملة. نعم. الجيش فيها ذراع والمجتمع فيها ذراع، لابد أن يكون هناك تكامل ما بين المجتمع والجيش. نعم. في نقطة التقاء مصالح ربما علي عبد الله صالح والحوثيين وأيضا القاعدة والمعلومات التي تحدثت عن قيام علي عبد الله صالح بإدخال أسلحة ومشتقات نفطية عن طريق موانئ حضرموت، أريد أن أوجه هذا السؤال إلى الصحفي من حضرموت راضي صبيح. راضي، تحدثت معلومات عن وجود هذه الموانئ في المكلا وإدخالها إلى يعني إلى جبهة علي عبد الله صالح وأيضا الحوثيين، مشتقات نفطية وأيضا أسلحة. اللواء ركن أيضا أحمد عسيري وجه نداء للسفن الراسية التي لم تخضع بالتفتيش بالمغادرة. ما الذي يجري بالضبط في ميناء المكلا؟ هل فعلا تدخل مواد إلى علي عبد الله صالح والحوثيين؟ نعم راضي، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع راضي. أعود مجددا سيد صلاح. كثر الحديث في الأيام الأخيرة حول توجه أيضا الحكومة وقوات التحالف لفرض سيطرته على ميناء المكلا، هل فعلا يتم تهريب أسلحة إلى الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟ ليس الميناء فقط، في قصدي ليس ميناء المكلا فقط، هناك ميناء في الشحر وهناك ميناء في نشطون وهناك ميناء في بعض المواقع بروم، في مواقع أخرى تتبع محافظة المهرة وحضرموت وشبوة. وأيضا ليست القاعدة فقط هي التي تتولى الإشراف على هذه الموانئ، هناك أيضا جماعات مافيا تهرب، وعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي يعتبروا أن هذه المواقع هي الرئة الوحيدة التي لا يزالون يتنفسون من خلالها. لذلك على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي أن يدركوا، بل وعلى أبناء هذه المناطق أبناء المحافظات، وأنا من أبناء محافظة حضرموت، أن ندرك جيدا أن علينا مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا في أن نقطع طرق الإمداد هذه التي تمد الحوثيين بالسلاح والمال والمحروقات وغيرها من 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 المواد، وقد بل حتى المرتزقة الذين يجلبونهم من أفريقيا ليقاتلوا في صفوفهم، وقد اعتقل عدد منهم في 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 عتق في عاصمة محافظة شبوة، جاء تهريبهم عبر هذه الموانئ. شواطئ شاسعة كما ذكرت لك، أكثر من 1000 كيلو مياه شواطئ، هذه تحتاج إلى شرطة، تحتاج إلى خفر سواحل، تحتاج إلى قوات بحرية، تحتاج إلى تفعيل وتأسيس لمثل هذه الوحدات العسكرية. أنا أتحدث عن ما يتعلق مثلا بسيطرة القاعدة، يعني لا نعطي الموضوع فوق حجمه، يعني القاعدة باستطاعة أبناء حضرموت وأبناء شبوة وأبناء المهرة أبناء إقليم حضرموت تحديدا أن يتكاتفوا فيما بينهم ويشكلوا ضغط مجتمعي، هم نحن نقول لهم ونناشدهم حقيقة
أن يغلبوا مصلحة هؤلاء الناس ومصلحة هذه المنطقة التي المسالمة التي لا 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 تحتمل الحرب. يعني سيطرت القاعدة على زنجبار وبعد ذلك دمرت زنجبار وخرجت القاعدة، سيطرت على جعار ثم دمرت جعار وخرجت القاعدة. لماذا لا يطبق نموذج في منطقة قريبة من المكلا سيطرت عليها القاعدة ثم خرجوا منها بدون حرب، وهي عزان؟ نعم. عندما حاصرها الجيش وكان ضغط مجتمعي في مدينة عزان انسحبت القاعدة وخرجت دون قتال. أنا أتمنى عليهم أن يفعلوا ذلك قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، والفاتورة ستكون كبيرة، لكن سيخرجوا لأن هناك إصرار حقيقي من قبل السلطة الشرعية وقوات التحالف على إخراجهم حتى يتم قطع طرق الإمداد. وهناك مشكلة يعني أخرى، أن حضرموت والمكلا بشكل خاص تعاني ربما من آثار إعصار تشابالا وميغ، يعني وانتشار حمى الضناك في المدينة، وهناك كثير من الضحايا. فكما ذكرت، لو أنهم انسحبوا من المدن لوفروا عليها الدمار كما حصل في مدن أخرى. سيد صلاح، هناك حديث أيضا عن ربما إخراج القاعدة، وهناك توجهات وتدريبات عسكرية لعناصر في الجيش قبل بدء معركة ربما الدخول إلى الشحر وأيضا المكل. هل تتوقع أن تحدث هذه المعركة ولا ينسحب القاعدة؟ لكن دقيقة فقط، فاصل قصير ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. والشاب من نمية من هدول يهدون مطارنا، من هدول يهدون مطارنا. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها عن حضرموت وكل الملفات المتصلة بها، وأيضا في إطار معركة التحرير الشاملة التي تقودها الشرعية ضد المتمردين والانقلابيين من علي صالح وأيضا حلفائه الحوثيين.
كنت قد سألتك سيد صلاح حول الاستعدادات الجارية لتحرير وأيضا استعادة السيطرة على مدينة المكلا وإبعاد العناصر ربما من هذه المدينة، هل تتوقع أن تجرى عملية عسكرية ومعارك في هذه المدن؟ أنا من خلال ما أتابع وأشاهد فيما يتعلق بالتجهيزات والاستعدادات، الحقيقة دور فاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل وتدريب جيش وطني في محافظة حضرموت، وخاصة تشكيل أو إعادة تشكيل المنطقة العسكرية الثانية التي تفككت بفعل وجود القاعدة في المدن الرئيسية في ساحل حضرموت، المكلا، الشحر، الغيل وغيرها من هذه المدن. الاستعدادات هذه مطلوبة، والتجهيز العسكري مطلوب، والتدريب والتأهيل مطلوب، لأن الشباب هناك الكثير منهم تواق لأن يكون جزء من المؤسسة العسكرية والأمنية، إذا لم يفتح له باب الانتماء إلى العمل العسكري المقنن والمنظم تبع الدولة فسيستقطب من قبل هذه الجماعات وفي مقدمتها القاعدة. لذلك وجود المعسكرات والتدريب والاستقطاب للشباب لشباب حضرموت من أجل أن يكونوا جزء من الجيش والأمن، هذا هو الأفضل، وهذا في إطار الاستعداد. الأمر الآخر الذي ذكرته قبل قليل أنه لابد من دور مجتمعي، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب، الجمعيات، المهيئات، المنظمات، العلماء، الدعاة، الكل ينبغي أن يتجه باتجاه أن على المجتمع أن يرفض أي جماعة مسلحة، ليست فقط القاعدة، أي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة. لا يقبل المجتمع بأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة. المسألة الثانية الاستعدادات، لا شك يعني التصريحات التي صدرت من القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس أو نائبه رئيس الوزراء أو بعض الوزراء أو محافظ محافظة حضرموت الجديد اللواء أحمد بن بريك الذي أدى اليمين الدستورية منذ أيام في عدن، كذلك يعني التصريحات التي صدرت من التحالف العربي كلها باتجاه أنه لا بد من بسط نفوذ الدولة في هذه المناطق التي تعتبر الأصل أنها تحت سلطة الشرعية وخارج إطار سلطة الإنقلابيين. فقط الدور الذي قام به الإنقلابيون والمتمردون علي صالح والحوثي وأنهم سلموا كما ذكرت الأسلحة والعتاد الذي كان بحوزتهم لهذه الجماعات. نعم، في إطار إذن الحديث أيضا عن هذه المعركة والتعيينات التي حدثت في المحافظة، هل بإمكان اللواء عبد الرحمن أو عبد الرحيم عتيق وأيضا المحافظ المعين الجديد عبد الرحيم عتيق الذي هو قائد المنطقة الثانية في حضرموت، هل بأيديهم قوة وصلاحيات يستطيعون من خلالها إعادة الحياة مجددا إلى مدينة المكلا؟ هي في بداية التكوين وفي بداية التأسيس بالنسبة لي أو إعادة التشكل بالنسبة للمنطقة العسكرية الثانية التي يقودها اللواء عبد الرحيم عتيق، لكن المنطقة العسكرية الأولى مكتملة كما ذكرت في الوادي، هذه تحتاج وقت معين، لكن في المقابل هناك توجد يعني إمكانيات لدى السلطة الشرعية، يوجد التحالف العربي يسيطر على المياه الإقليمية، يسيطر على الأجواء، يسيطر على يعني هذه كلها تأتي في إطار التهيئة والتجهيز. لكن أتمنى على عناصر القاعدة الذين وصلوا إلى المكلا أو يسيطروا على المكلا وبعض المدن الأخرى أن يحكموا العقل والدين والشرع. إذا كانوا يدعون أنهم أنصار الشريعة ويدعون أنهم مجاهدين ويدعون أنهم يعني يتجهون في اتجاه تطبيق شريعة الله عز وجل، فالعدو اليوم الذي يستهدف الشريعة والسنة ويستهدف الأرض والعرض ويستهدف كل شيء هو الآن الذي يقاتل الدولة ويقاتل الجيش الوطني، فلا يكونوا هم طرف آخر يقاتل الدولة والجيش الوطني، عليهم أن ينسحبوا ويخرجوا ويتركوا حضرموت ومدن حضرموت آمنة مستقرة كما هي، ولا يكونوا كما ذكرت جزءا آخر من المخطط وهم لا يشعرون، جزءا أو أداة أخرى من المخطط وهم لا يشعرون، فيضربوا يعني يقاتلوا الدولة ويقاتلوا الجيش الوطني بحجة أنها دولة عميلة أو كافرة أو غيرها من الأحكام التي تصدر هنا أو هناك. لا، الوقت اليوم ينبغي أن لا يكون هناك أي جهد آخر إلا باتجاه تخليص اليمن من سلطة الإنقلاب. إذا أرادوا أن يكونوا القاعدة، إذا أرادوا أن يكونوا جماعة مسلحة كما يدعون هم أنهم ينصرون الشريعة وينصرون العقيدة وينصرون وغيرها وغيرها وغيرها، فليتركوا هذا الفكر الضال. أنا كنت قد اطلعت على تصريح لجلال بالعيدي وهو قيادي في أنصار الشريعة في حضرموت، قال تحدث نحن دخلنا حضرموت والمكلا كحركة استباقية قبل دخول الحوثيين إلى المدينة،
لكي لا تتكرر السيناريو الذي حصل في عدن. لكن ما حصل الآن أن الشرعية جاءت ودخلت عدن وأيضا صعدت مناطق وحررت مناطق، فليس من المعقول أيضا وجودهم يعطي مبرر. يعني علي عبد الله صالح الآن يتشدق ويفرح بوجود أي جماعة مسلحة سواء القاعدة أو داعش في أي موقع من المواقع التي خرجوا منها. نعم. يعني لماذا لا تتواجد القاعدة في صنعاء؟ لماذا لا تتواجد القاعدة في عمران؟ لماذا لا تتواجد القاعدة في صعدة؟ لماذا تتواجد القاعدة وداعش في المناطق التي خرج منها علي صالح والحوثي وسيطرة الشرعية؟ ألا يدركون خطر؟ نعم ما سيد صلاح. نعم. يعني في حديث أيضا حول الاستعدادات العسكرية، نريد أن نسمع وجهة نظر الحكومة والجيش أيضا في هذا الملف. ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن سمير الحاج الناطق باسم الجيش اليمني. سيادة العميد، هناك حديث عن استعدادات للجيش الوطني في دخول المناطق التي تسيطر عليها القاعدة، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ هل ستفتحون جبهة أخرى وتخوضون حربا جديدة؟ شكرا لك أخي الكريم ومشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة الاستعدادات الجيش هي منذ وقت مبكر لدينا في كل محافظة، بالذات في محافظة حضرموت هناك العسكرية في المنطقة الثانية، أيضا المقاومة الشعبية، دموع الجيش الوطني الرافض لأي شكل من أشكال البسط المسلح أو الانقلاب المسلح على الدولة وشريعة الدولة موجود. يعني أقول ربما أن المعركة لم تبدأ بعد، لكن الاستعدادات قائمة في كل المحاور، سواء كان ما يتعلق بتحرير اليمن بشكل عام من انقلاب الحوثيين وصالح أو أي جماعة أخرى أو أي يعني مجموعة تسيطر أو تفرض بالقوة رأيها على المواطنين اليمنيين في أي مكان من اليمن. نعم. فالاستعدادات قائمة، العمل قائم، ونحن نحبذ أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتحولوا إلى مواطنين صالحين بعيدا عن التشدد ودعاوى التطرف التي ربما يعني تقودهم إلى مآلات مجهولة. لكن فيما يتعلق أيضا بتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية لميليشيا الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، ما هي الوسائل التي ستتخذونها خاصة وأنهم يستخدمون موانئ في الشريط الساحلي المطل على بحر العرب؟ علي تحل هذا كلام صحيح، ولكن دعني أؤكد لك بأن كل الإجراءات التي يجب أن تتخذ قد يعني تم اتخاذها، ونحن الآن بصدد استكمال منع أي تحرك على هذا الشريط وبالذات في منطقة بير علي والذي ربما أصبحت منفذ رئيسي لتهريب السلاح والنفط والذخائر. دخلت في الخط الآن قوات التحالف، ربما كان في الماضي هناك تركيز على الشريط الغربي في البحر الأحمر، لكن الآن بدأ التركيز على كل خط الملاحة في البحر العربي، وإن شاء الله نحن بصدد منع تحرك مثل هذا الأعمال الذي تضر بالبلد بشكل عام. إذن أشكرك جزيل شكر العميد الركن سمير الحاج الناطق باسم الجيش اليمني، كنت معنا في هذه الحلقة. أعود مجددا إليك سيد صلاح، سمعت ما قاله سيادة العميد حول الاستعدادات، وأيضا هو دعا في كلامه إلى أن تغلب القاعدة العقل وتنسحب من المدن كما ذكرت أنت أيضا. برأيك هل أيضا ستشتت هذه العمليات إن دخلت واندلعت المعارك العسكرية، ستشتت من مواجهة الجيش في معارك وجبهات أخرى في تعز ومأرب وغيرها من المناطق الأخرى؟ بلا شك أنا أيضا أقول أن هناك خلاف لمسه أبناء حضرموت بين مكونات وقيادات في 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 القاعدة التي تسيطر على المكلا. هناك مجاميع منهم يرون الانسحاب وعدم الدخول في مواجهة حتى لا تدمر المحافظة ونحسم المسألة كما حسموها في عزان. وهناك البعض الآخر وهم خاصة المرتبطين بعلي صالح يرون أنه ينبغي أن نواجه وينبغي أن نقاتل ولا نسمح أبدا، وهؤلاء أصلا ضمن مخطط التدمير الذي يهدف إلى تدمير البلد سواء حضرموت أو غيرها. القضاء على علي صالح في تعز وتأمين عدن وتطهيرها وإقامة سلطات الدولة الشرعية في عدن وانطلاق الدولة بكامل مؤسساتها من عدن، وكما ذكرت تحرير تعز وضيق الخناق على علي عبد الله صالح، هذا يضعف كل جماعة مسلحة خارج إطار الدولة مرتبطة بعلي عبد الله صالح وبما فيها القاعدة وداعش وغيرها. يعني ينبغي على 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 السلطة الشرعية وعلى التحالف العربي والمقاومة الشعبية والجيش الوطني وكل أبناء اليمن
وكل الداعمين للشعب اليمني في استعادة شرعيته وإسقاط هذا الانقلاب أن يدركوا جيدا أن علي عبد الله صالح هو رأس المشكلة في اليمن. تعددت العصابات والزعيم واحد، هو صاعق القنبلة التي يقول أن اليمن قنبلة موقوتة، هو صاعق هذه القنبلة وعمود التفجير فيها، إذا نزع وانتهى انتهت هذه القنبلة. هذه الجماعات كلها تغذى من قبله، بعضها بطريقة مباشرة وبعضها بطريقة غير مباشرة. يعني بعض الشباب الذي يرى أو يظن أن بعض الوحدات العسكرية التي استسلمت هي خائفة أو ارتعبت، بل يقول بعضهم نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الوحدات العسكرية التي تسلم لهم إنما هي حق خوف أو جبن، لا يظن لا يعلمون أن علي عبد الله صالح يعني هو من سلم لهم، هو من سلم لهم وهو الذي يريد أصلا أن تكون هنا مشكلة وهنا مشكلة وهنا مشكلة. لا، يعني تعز ستنتصر إن شاء الله، وعدن انتصرت وستؤمن وتحرر وتطهر قريبا إن شاء الله، وكذلك مأرب في طريقها، والزحف على صنعاء من أبناء صنعاء أنفسهم بقيادة قادة عسكريين وقبليين من صنعاء نفسها إن شاء الله، والجبهة الغربية بقيادة اللواء عادل القميري من جهة الحديدة وميدي وحرض في طريقها. الشعب اليمني ينتصر والجيش الوطني ينتصر والشرعية تعود إلى اليمن، وعلي عبد الله صالح والحوثي يتهاون كل يوم في محافظة. كما يعني أيضا المعلومات أو الأخبار ذكرت اليوم أن هناك معارك في شرق صنعاء، وهذا يعني أنها بدأت بتضييق الخناق على المدينة. نريد أيضا ألا نسلط أيضا على ربما المجال السياسي أو الملف السياسي والأمني في المدينة، نريد أن نعرف أيضا الملفات الأمنية، الأوضاع الإنسانية داخل مدينة حضرموت. و لتسليط الضوء أكثر عليها ينضم إلينا أو ربما عاد إلينا مجددا الصحفي راضي صبيح. راضي، هل تسمعون هذه المرة؟ نعم راضي، يبدو أن هناك مشكلة. كما تعرف هناك الكهرباء منعدمة ويبحث الشخص كيف يستطيع أن يشحن تليفونه من أجل أن يجاب. طيب، تحدثنا أيضا عن تعيين محافظ للمحافظة وأيضا التحركات التي تجري. هناك دور أيضا لقبائل حضرموت، ما هي دورها في هذه الخارطة ربما التي تجري داخل المدينة؟ هل ستساهم في تشكيل الجيش الوطني؟ هل سيكون لها دور مستقبلا؟ ربما اسمح لي أستغل الفرصة وربما أغطي ما كان ينبغي أن يقوله الأخ راضي فيما يتعلق بالجانب الإنساني. المكلة تعاني من حمى الضنك، تعاني كما تعاني تعز وعدن وغيرها من المدن اليمنية من نقص حاد في الأدوية، في المواد الصحية، في الخدمات التي ينبغي أن تكون متواجدة، الخدمات الضرورية في المستشفيات. لكن الفرصة الموجودة بالنسبة لحضرموت تختلف عن بعض المناطق، يعني حضرموت بالإمكان أن توفر مثل هذه المواد في مستشفياتها، ويعني كثير من الوحدات الصحية فيها. أتمنى أن تلتفت الدولة وبسرعة وبشكل عاجل، لأن الحمى تفتك بأبناء حضرموت وبشبابها ورجالها ونسائها وأطفالها دون وجود أي إمكانيات، حتى ولو بإمكانيات بسيطة جدا في المستشفيات. ما يتعلق بقبائل حضرموت، أعلنت رسميا في إطار حلف قبائل حضرموت أنها إلى جانب الدولة وإلى جانب الشرعية، ورحبت بتعيين المحافظ اللواء أحمد بن بريك. ما عليه إلا أن يتوكل على الله عز وجل وينزل إلى حضرموت. السلطة الشرعية، السلطة المحلية ينبغي أن تعود إلى حضرموت وتستقر في سيئون، وقد دشن ذلك المحافظ السابق الدكتور عادل بحميد ونزل إلى سيئون قبل يعني شهر وقليل، وأدار المحافظة من سيئون لعدة أيام، استبشر أبناء حضرموت خيرا وانتعشوا وفرحوا، لأن أبناء حضرموت دائما هم مع الدولة، مع مؤسسات، مع القانون، مع النظام، لا يريد الفوضى ولا يريد غياب الدولة. غياب الدولة تحل مكانه مباشرة قوى أخرى ويترك الميدان فارغ. الأصل قبائل حضرموت التفت حول الشرعية منذ أول يوم، وهي مع الدولة منذ أول يوم، ودفعت بأبنائها وحثت كل أبناء المجتمع اليمني بكل مكوناته أن ينخرطوا في صف الجيش الوطني وفي المعسكرات التي كما قلت لك تشرف عليها الإمارات مشكورة. هذه كلها في إطار تهيئة الإقليم. نعم. يعني بما يعني يتطابق مع مخرجات الحوار الوطني. يعني هناك أيضا في إطار الحديث عن لماذا تعاني حضرموت بهذا الشكل من ملف، يعني تخبطات في الملف الأمني والاقتصادي والسياسي وكذا، هناك من يقول أن هناك أطراف تريد بقاء حضرموت بهذا الشكل،
لأنه توجد في مدينة حضرموت ثروة والعامل البشري والموقع الاستراتيجي وكل عوامل، وأيضا هي كانت في القديم حضارة دولة لوحدها، ربما لوضع حد لطموحات بأن تنفصل ربما حضرموت لوحدها أو ربما تستغلها أي دولة إقليمية. هل تتفق معهم بهذا أو ما هي صحة ذلك؟ لا أتفق مع أحد في هذا. اليمن كلها عانت من النظام السابق، عانت من ضعف الدولة، بل عانت من أن هناك سلطة عصابات تنهب فقط، تستثمر وتستغل كل قدرات وإمكانيات الشعب اليمني سواء في شرقه أو غربه أو شماله أو جنوبه. وحضرموت واحدة من المحافظات الكبرى التي عانت من هذا النظام. يا أخي كان يختار أسوأ العناصر ويعينهم مسؤولين في حضرموت، أسوأ العناصر، بل يرسل لنا أيضا أسوأ العناصر لديه ثم يعينهم مسؤولين وغير ذلك. نعم. يعني حتى نخر الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية والاستخباراتية والقانونية، حتى القضاء، حتى القضاء يعني أصبح من المؤسسات للأسف الشديد التي لم يعد يثق بها المجتمع. اليوم أبناء حضرموت كغيرهم من أبناء اليمن يستشرفون خيرا، يستشرفون المستقبل بأمل أننا اليوم أصبحنا محور ومرتكز لتحالف عربي، لم نعد لوحدنا. نعم. اليوم نحن بصدد تشكل دولة جديدة ونظام جديد وتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي كنا من قبل نقول أنه يستحيل تطبيقها مع وجود هذه القوى وهذه الأسلحة بيد علي عبد الله صالح وشريكه عبد الملك الحوثي. سيد صلاح، يعني بحكم أنك كنت في مؤتمر الحوار الوطني وكنت في يعني منصب كبير في هذا المؤتمر، في عضو الهيئة الاستشارية للرقابة، هل ما زلت تتوقع أن يتم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالأقاليم؟ بالعكس، أنا كنت البارحة في قناة العربية وعرضوا عرضا رائعا فيما يتعلق بتشكل الأقاليم، وأن هناك توجه واضح، ووزير الخارجية صرح بهذا مباشرة أنه بإمكان علي عبد الله صالح أو بإمكان الحوثيين أن يتحولوا إلى حزب سياسي أو عمل سياسي إذا أرادوا، فليسلموا السلاح ويطبقوا قرار مجلس الأمن، ونحن بصدد تطبيق مخرجات الحوار، تطبيق مخرجات الحوار واقعا على الأرض. اليوم ما تصدر من قرارات جمهورية وفقا ومخرجات الحوار الوطني، لاحظ وتابع معي القرارات الجمهورية دائما تستند إلى الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. صحيح. مخرجات الحوار الوطني اليوم تتكون وتطبق على الأرض بشكل عملي. كنا في السابق، ذكرت لك، كنا في السابق نقول بعد أن انهينا الحوار الوطني نقول ستطبق مخرجات الحوار ونرى أمامنا جبال من العقبات، هذه الجبال اليوم تدك، هم الذين كانوا السبب في دكها، كنا نتمنى أن يجنبوها وأن تتحول إلى 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 مؤسسة للدولة وليست مؤسسة لشخص أو فئة أو طائفة أو جماعة. للأسف الشديد تحالف علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي جعلوا من هذه الإمكانيات التي ممكن أن تكون ضمن مخرجات الحوار الوطني، جعلوا منها ضمن هذا الإنقلاب والميليشيات، فها هي تدمر اليوم. كان سيستفيدون كثيرا، هناك كثير من النقاط لصالحهم في مؤتمر الحوار الوطني، لكن لا أعتقد أن كثير من الناس يتسامح بعد الذي جرى منهم، بعد دخولهم مدن، بعد قتلهم لأسر، لآباء أطفال، يعني كثير من الأفعال أو الجرائم ارتكبها علي عبد الله صالح. هناك الحديث عن ضرورة حل حزب المؤتمر ربما، وهناك عن إقصاء الحوثيين، كان لديهم فرصة بالفعل في هذا المؤتمر. لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام، المؤتمر الشعبي العام عانى من علي صالح وأسرته أكثر من غيره، واليوم المؤتمر الشعبي العام يتحرر، وأنا أشيد بدور قيادة المؤتمر الشعبي العام التي تحررت من علي عبد الله صالح وقبضته وهيمنته، وأصبحت اليوم تعيد تشكل المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي واسع وعريض. عليهم أن يستقطبوا كل الكوادر والعناصر التي يمكن أن تكون جزء من العملية السياسية القادمة ويتحرروا من قبضة علي عبد الله صالح. حقيقة المؤتمر الشعبي العام خطى خطوات جيدة وإيجابية، نتمنى أن يستمر. علي عبد الله صالح دوره انتهى، دوره السياسي انتهى، لا مستقبل له في السياسة أبدا. الحوثيون أو من يسمون أنفسهم بأنصار الله كانوا جزء من الحوار الوطني ومشاركين في الحوار الوطني بمكون سياسي، الأصل أن يتحولوا إلى المكون السياسي، وندعو العقلاء منهم إن بقي فيهم عقلاء أن ينسحبوا ويتحرروا من قبضة الحوثي وهذا المشروع السلالي. نعم. الخطير، وأن يتحرروا ويطلقوا مشروع سياسي سيرحب به كل اليمنيين. أما المجرمين الذين قتلوا أو يعطون الأوامر للقتل فلن يفلتوا من يد العدالة، ولن تسقط الجرائم بالتقادم، سيحاكم الجميع ويحاسب الجميع، لكن هناك فرق. نعم. بين مشروع سياسي ومشروع دموي، بين قائد
يعني عسكري يعطي الأوامر بالقتل وبين قائد نأى بنفسه أو جندي نأى بنفسه أو سياسي نأى بنفسه. نعم. من 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 سلطة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي. أيضا في إطار الحديث عن هذا في الحاضر دائما نستشرف في المستقبل وكيف سيكون. نعم. ودائما أملنا في البقاء هو أملنا في المستقبل. ميزانية 2016 لا توجد هناك مبلغ كافي للحكومة لتسيير العديد من الملفات. نتحدث أيضا عن دور رأس المال الحضرمي، هل سيساعد حضرموت على النهوض مجددا وتعود إلى الحياة مجددا وتعود المرافق ويعود الشباب الحضرمي الواعي والمبدع لكثير من مجالات الحياة، للتعليم، للعلم، للمؤسسات العلمية بشكل عام؟ ما دام البنك المركزي في قبضة الميليشيات الإنقلابية وأذنات الخزانة في صنعاء، لا شك أن الميزانية، ميزانية الدولة وموارد الدولة ستنهب. يعني الحوثيون اليوم يصرفون من 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 المطبوع، من الورق المطبوع بالمليارات، تجاوزوا التريليون بالحساب المكشوف. هذا يهدد حتى عملة البلد، يهدد الاقتصاد الاستراتيجي في البلد. ينبغي على الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية والتحالف العربي أن ينقلوا البنك المركزي وأذنات الخزانة إلى عدن، ولكن قبل ذلك يسارعوا في تأمين عدن وتطهير عدن. حررت عدن لكن لم تطهر ولم تؤمن، وتأمين وتطهير عدن لن يتم إلا بتحرير وتطهير وتأمين تعز وكل إقليم عدن بمحافظاته الأربع، أبين، لحج، الضالع. هذه منطقة ينبغي أن تكون عاصمة مؤقتة لكل اليمن كما أعلنها الرئيس عبد الرب منصور هادي، وتبقى الأنظار متجهة باتجاه صنعاء العاصمة المحتلة. الاقتصاد في اليمن أو الجانب الاقتصادي في اليمن سينهار إذا بقي في قبضة الحوثيين. اليوم موارد الدولة كلها تذهب إلى صنعاء، والحوثيون يتصرفون فيها، هم الذين يدفعون الرواتب، هم الذين يعني يتحكمون في الموازنة والميزانية، هم الذين يعني هذا وضع غير طبيعي، وضع لن يقبل به أحد، وأتوقع أن تحصل معالجة له سريع. رأس المال المهاجر ليس فقط الحضرمي، بل رأس المال اليمني بشكل عام، حضرمي وتعزي. نعم أنا معك في ذلك، لكن في حضرموت بشكل عام يعني بلا شك، يعني صد مدينة حضرموت رأس المال هي محافظة بعدة مدن. نعم. حضرموت يعني رأس المال الحضرمي يبني دول وليس دولة واحدة فعلا. لكن أين الأمن الأرضية والأمان المناسبة؟ أين الأرضية الصلبة؟ أين الدولة التي تحترم رأس المال وتحترم صاحب رأس المال وتحترم المشاريع؟ يعني في السابق كان كلما أراد رجل أعمال أو مستثمر أن يأتي. نعم. يعترض طريقه المسؤول ويقول له ينبغي أن أكون شريك في ذلك، بدلا من أن يذلل الصعاب وييسر له الأمور، لا، يعرقل ويعيق. رأس المال موجود. نعم. والكفاءات موجودة والكوادر موجودة، وأنا أعتقد أن رأس المال الحقيقي ليس المال ولا النفط ولا المعادن. رأس المال لا يوجد تحت الأرض، رأس المال الحقيقي فوق الأرض هو الكادر. نعم. الإنسان الحضرمي والإنسان اليمني، كل الإنسان اليمني بطبيعته يحب العمل ويحب الإنتاج ويحب البناء. نعم. لدينا رأس مال ومخزون بشري ومادي ومالي كبير واقتصادي كبير، نحتاج إلى دولة تحترم هذا، وإن شاء الله تنهض البلد وتستقر بإذن الله. إذن أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح باتيس، شخصية الحضرمية السياسية، كنت وعضو الهيئة الاستشارية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، كنت ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة لحضرموت. وأشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ألتقيكم الأسبوع المقبل من عين على اليمن. إلى ذلك الحين في أمان الله.